قائم على رفض كل لهذا لما نقول احنا نقول استرجاع الجزائر لاستقلالها، ما نقولش الجزائر استقلت. نعم. استرجاع، لان الشعب الجزائري مستقل في ذاته. يعني حتى اثناء الاستعمار الفرنسي كان مستقل. بينما نتيجة للتهميش، للثقافة، للتشريد اللي كان يعيشه السود في جنوب افريقيا، ما كانش عندهم القوة الكافية والقدرة الكافية لمحاربة هذا القمع المتزايد لدرجة انه يسمح بوجود دستور كذا. الجانب الآخر ان النظام العنصري في جنوب افريقيا كان مدعم بأنظمة للآن هي رائدة في حقوق الإنسان، الولايات المتحدة الأمريكية أو تدعي أنها رائدة. نعم. بريطانيا، فرنسا وغيرها، كان دعم قوي لهذا النظام العنصري. وهنا نرجع أن النظام العنصري في جنوب أفريقيا لم يكن فقط ممارسة العنصرية داخل جنوب أفريقيا، بل خارج كل في زيمبابوي، بلدان مجاورة، حتى في الصحراء الغربية. في الصحراء الغربية قدم أسلحة للمغرب لقمع الصحراويين، والصحراويين يعرفوها هذه، لقمع الصحراويين الأسلحة اللي وجدوها البوليزاريو في حربهم مع المغرب، وجدوها آتية من النظام العنصري في جنوب أفريقيا. إذن المقارنة يبدو لي أوجه التشابه الآن، المفارقات. نعم، أوجه التشابه. نرجع للتشابه، يبدو لي أن التشابه أن السياسة هي فن الممكن والبديل الأمثل، أن الخطاب بتاع قانون الرحمة أو المصالحة الوطنية كان هو الحل، ما فيش حل آخر. الحل الآخر نستمر في التقتير ونستمر في الإبادة الجماعية ونستمر كذا والتدمير. نفس الشيء في جنوب أفريقيا، التشابه أن الحل والبديل الأمثل أننا نعيش كلنا كجنوب أفريقيين بزنوج مسيحيين مسلمين هنود تحت إطار واحد اللي هو الشعب جنوب أفريقيا، ونعاقب. ولهذا في الأستاذ لما قلت لجنة الحقيقة والمصالحة، يعني كشف الحقيقة، من هو المتسبب في النظام العنصري، من الذي مارس الجرائم الإنسانية، ونعرفوه من هو فلان جاك ومارك وكذا، ونقول هذا هو الذي كان يقتل ويمارس العنصرية، وهذا الذي لم يقتل ولا يمارس العنصرية. الحقيقة أنك تشخص هذا السيد، ثم نأتي المرحلة الثانية، المصالحة. أيه شعب جنوب أفريقيا، هل تسمح للسيد هذا أو نعاقبه؟ وهذا هو الشيء اللي حدث في الجزائر. نفس الشيء في المصالحة الوطنية، حدثنا الإرهاب، فيه ناس تسبوا حتى في جرائم إنسانية، لكن الشعب الجزائري رأى بأن البديل الآخر لا يؤدي إلا استمرار دمار الجزائر واستمرار دمار الإنسان الجزائري. هذا سمي بقانون الرحمة. أوجه التشابه، لأن حتى ما نخش الكلمة على الآخرين. طيب سي إبراهيم، كما قال هو نفس الشيء الذي حصل في جنوب أفريقيا حصل في الجزائر من حيث لجنة المصالحة. ألا ترى بأنه مونديلا عن طريق هذا الأسلوب التسامحي توجه بنفس المنهج في خلال الثورة التحريرية، أعيد نفس السؤال، وأراد تتبع المدرسة الجزائرية في أساليبه الكفاحية بالنسبة لي المصالحة؟ نعم. لا أظن أني جبت لك السؤال، قلت لك التجربة في إفريقيا الجنوبية مختلفة على التجربة في الجزائر، الأزمة لكن في المصالحة. ربما نيلسون مونديلا استلهم الكثير من الثورة الجزائرية، من فلسفته الغوندية، أخذ أعطى بعد مسلح لكفاحه. لكن في المصالحة الوطنية تجربة مختلفة بالنسبة لجنوب إفريقيا والجزائر، تجربة مختلفة تماما. ربما كما قال الأستاذ نباش، من أي ناحية المصالحة الوطنية في الجزائر حل بين الحلول المقترحة في باش نسفكوا الدماء والعشرية السوداء اللي مرت بها الجزائر. لكن قلت لك في الجزائر ليس تريبيونال تاع نورنبرغ في بعد الحرب العالمية الثانية، وليست كوميسيون فيريتي اي جوستيس تاع افريقيا السوداء. ربما سيت اون سوليسيون ميديان وسطية بين التجربتين ربما. طيب كيف لكن التجربة في الجزائر مختلفة على التجربة في المصالحة الوطنية. أين ترى الاختلاف؟ مادام هناك لجنة تحقيق ومصالحة، وهناك عفو،
عفو ومصالحة وتحقيق لا واعتراف بالذنب. في تجربة، في ربما لكن نعود لكل التجربة اللي صارت في إفريقيا الجنوبية. هناك أولا لو بورو لو تورسيونيل إلى فيكتيم أمام قاضي ويقر بالشيء اللي قام به. تجربة مختلفة في الجزائر. في الجزائر هناك عفو شامل، شامل، ما فيهش اللي يقتل واللي تسبب له ضرر ربما تعذب، ولا ما فيهش يعني مقابلة، مقابلة بين الشخصين. الفرق هنا في الجزائر هناك عفو، عفى الله عما سلف، يعني الكلمة كانت متداولة، متداولة في آنذاك. فهناك اختلاف. نعود للبلدان التي سندت جنوب أفريقيا في 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 النظام. نذكر برك في 62 عندما مانديلا عاد من الجزائر إلى إفريقيا الجنوبية، لقد دخل السجن في أوت 62. فدخل السجن، لاسيا هي اللي أعطت معلومات، بس كان في بباسبور إثيوبي هنا في الجزائر. لاسيا هي اللي أعطت معلومات للنظام إفريقيا باش يسجنوا مانديلا، بحكم أنه كان عميل تاع الاشتراكية من كوبا والاتحاد السوفيتي آنذاك، ولأن الاشتراكيات سوف تـ 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 يعني تـ الفا ايوندي لافريك وتاخذ لي ريشيس توحه، بحكم انه عامل تاع الاشتراكيه. وحاجه ثانيه في 74 عندما اقصيت افريقيا الجنوبيه من طالب من طرف الجزائر، فعندما طلبت الدول تسليط عقوبات اقتصاديه على العقوبات الاقتصاديه على افريقيا الجنوبيه، فهناك أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، هناك فرنسا، بريطانيا، أعطوا داروا الفيتو تاعهم. نعم. فيعني باش نزيد على دكتور دبش، أنت تسنده الرأي في قضية المصالحة. أنت قلت بأن مصالحة وطنية الأمر سيان بين الجزائر وجنوب أفريقيا، ووقع مختلفة تماما. هل هناك عندك تعقيب في هذه القضية؟ لا، أنا الحقيقة أنا الشيء اللي قلت، أنا قدمت مقارنة ما بين ما بين الملفين، ما بين الملفين، وقدمت الاختلاف والتباين. نعم. فأرى بأن التجاوز تكون، تجاوز تكون سواء في جنوب أفريقيا أو في الجزائر. حتى أن نذكر في جنوب أفريقيا الانتقاد الكبير اللي توجه إلى أوباما من طرف الجناح المتطرف داخل داخل مانديلا. دائما غلط نقول أوباما، ولكن نستطيع ان بفضل مانديلا اوباما اصبح رئيس، لان الزنزانة الاسود هو اللي اصبحت عنده مكانه في العالم، واهلت الاسود من كونه عبد الى كونه انسان مثل بقيه الاخرين. وهذا ربما يرجع الى العمل النضالي لافريقيا ككل، وليس فقط الى مانديلا او لدزمن توتو او الى غاندي، بل كل الافارقه وفي مقدمتها شمال افريقيا الجزائر وغيرها. انا في رايي مانديلا الجناح المتطرف داخل الاي ان سي، داخل الاي ان سي انتقد مانديلا في المصالحه الوطنيه أنه تجاوز الأشخاص الذين تسببوا في اغتيال عائلات مباشرة وشخصيا، يعني تم القمع والتغتيل المباشر لهؤلاء. وزال الملف هذا مطروح إلى يومنا هذا، ما زال الملف مطروح إلى يومنا هذا، أن على الناس هذو يتعاقبوا، وإذا ما يتعاقبوش تعاقب من الذي ورثهم ولو بالتعويض المادي. الناس لم تنسى هذا الملف، ما زال مطروح. النقطة الثانية أن مانديلا لم يكن وحده في المصالحة الوطنية، كان محيط دولي، محيط دولي هو اللي رشح الانتصار على النظام العنصري. لأن لو كان مانديلا كان دخل في صراع في الستينيات في النظام العنصري، الوضع الدولي كان ما يسمحلوش يحقق هذه المكاسب اللي حققها في 94. نعم. إذن مانديلا هو رمز لقيادة جناح كبير. أنا نعرف الاي ان سي شخصيا، نعرف قيادة تاعهم كثير، وزرت جنوب أفريقيا لعدة مرات، والتقيت معهم في دربن، في كيب تاون، في جوهانسبورغ، وبريتوريا. مختلفين، متفقين على المبدأ،
لكن حتى الآن يوجه انتقادات كثيرة للنظام الحاكم في جنوب أفريقيا أنه لم يحقق المكاسب الأساسية اللي هدفنا لها بإزالة النظام العنصري، وخاصة الملف الاقتصادي. ما زال الرجل الأبيض هو المهيمن على الاقتصاد، على الاقتصاد، والرجل الأسود ما زال عامل ومستغل. جميل جدا. إذن المصالحة الوطنية في جنوب أفريقيا لم تنجح. لا، ما نتزمش بالطريقة، نجحت. الآن بشكل نسبي القيادة التي تقود في جنوب أفريقيا هم زنوة، هم أسود، هم الملف الاقتصادي. نعم. هو العائق الآن، هو في الملف الاقتصادي ومطروح داخل INC، مطروح على زوما، طرح على مبيكي، وطرح على مانديلا قبل. أن الملف الاقتصادي ما زال البنوك، الصناعات، الفلاحة، الزراعة، ما زال متحكم فيها الرجل الأبيض. جميل. دكتور دبش، لربما هذا وجه الاختلاف مع الجزائر. تفضل دكتور. إذا أردنا المقاربة والمقارنة بالقول أنه فشل إلى حد الآن يعني المنظومة الاقتصادية وبقاء يعني مقاليد الاقتصاد بين الأقلية البيضاء، هو الاختلاف مع الجزائر إذا قارناها بستينيات ويعني خروج الأقدام السوداء وبقاء يعني الجزائريين بينهم يعني. نعم. فقط في هذا. دكتور صابر، عندك تعقيب على الكلام حول المصالحة الوطنية؟ والله يعني فقط أضيف بالنسبة. نعم. لنجاح مانديلا في هذه المصالحة الوطنية تعود كذلك إلى الرأي العام الأوروبي آنذاك، يعني الذي سند بقوة يعني بغض النظر عن الأنظمة. تكلم من الأستاذ دبش على الأنظمة، ولكن فيه الرأي العام الأوروبي اللي كان مع هذه المصالحة ومع هذا الطرح يعني يعني تجاوز هذا الموضوع. ولكن يبقى في كلتا التجربتين لم تؤتي أكلها، يعني الثمار لم تظهر بعد، سواء كانت نعم سواء كانت بالنسبة للجزائر أو بالنسبة لأفريقيا الجنوبية. جميل جدا. دكتور دبش، أختم معك بآخر سؤال والإجابة مختصرة، مقاربة يعني لا أدري إن كانت بسيطة. مانديلا سجن 27 سنة، ولكن بعد خروجه التف حوله الشعب ورأوا فيه رجل التحرر. الجزائر رئيس بوتفليقة هو الذي قام بميثاق المصالحة الوطنية، كان بعيدا عن السياسة لمدة 20 سنة ثم عاد والتف حوله الشعب في قضية المصالحة الوطنية. هل ترى بأن هذه المقاربة صحيحة؟ رغم وجود الخلاف، لكن التوافق اللي ممكن نقوله هنا في هذا أو التشابه أن الشعب الجزائري كان تواق للحلول السلمية والأمن والاستقرار، وعشر سنوات جعلته يكون يريد بقوة الخروج من هذا المأزق الذي عاشه وخلق فيه الرعب. والشعب الجزائري حساس كثير لهذا العمل المسلح اللي عجناه، وحساس لكل للمعاناة مليون ونصف شهيد بعد خسرناها في ضيعها من طرف الاستعمار الفرنسي، ونزيد نضيع 100,000. نفس الشيء بالنسبة للشعب جنوب أفريقيا، كان ينتظر في هذا اللحظة في خروج مانديلا يكون كبداية للخروج من العمل القمعي، من النظام القمعي، إلى الخروج إلى العمل العادي السلمي بقيادة ليست فقط جنوب أفريقيا، بقيادة مانديلا فقط، بقيادة ديكلار كذلك الذي لازم نثمنه الدور الذي قامه. لأن كثير الناس لاحظوا في القنوات التلفزيون ما يتكلموش عن ديكلار لأنه أبيض. تصور ديكلار كرجل أبيض وفي حزب كان يمارس العنصرية يقوم بهذه المبادرة، يجب أن نثمن هذا الشخص. صحيح. ولهذا هذا ما أهله وهو مانديلا يحصل جماعيا على جائزة نوبل. شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل تبش، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم تخروبة، لأننا أخذنا من وقتك بعض الشيء ولم نكن منصفين معك، رئيس تحرير جريدة الإكسبريسيون. شكرا لك دكتور صابر شريف خالد، أستاذ التاريخ والمتخصص في التاريخ الإفريقي. مشاهدي الكرام، الشكر موصول إليكم أيضا على حسن إصغاء المتابعة، ونلقاكم في موضوع آخر ونقاش آخر. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.